في إطار المهام مسندة إلى مهام وحدات حراس الحدود، وصلتنا معلومات باللي راه فيه سيارة عمرها مازوط تحاول تخترق الشريط الحدودي. في هذه اللحظات حنا رانا شكلنا دورية، شكلنا جوج سيارات و 15 فرد، ورانا رايحين نديرو كامين في هذا البلاصة هذه اللي راهي راح تفوت عليها السيارة. قمنا بنصب الكمين معهم وتوج بالمشاهد التي سترونها الآن، تابعوها معنا. الحمد لله راهي تمت العمليه بنجاح، المقض على هذه السياره كما راكم تشوفوا معمره بماده المازوت. دروك هذه السياره تم القاء القبض على السائق تاعها، دروك السائق يقدم امام العداله، والسياره هذه دوك تروح للمحجوزات يبيعها بالسلعه تاعها. دوك نفهموا السيريه كبيره وبعد كي ندفعهم عند لاسيجي. تدفع السياره بها بالمحجوزات، تدفع بها بالمحجوزات تاعها والسائق على العدالة. بفضل مجهودات رجال الدرك الوطني تراجعت نسبة الجريمة بما فيها التهريب بمعدل معتبر خلال التسعة أشهر الأولى، حيث سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسى معالجة 2929 قضية، وأدت إلى إيقاف 2797 شخصا. مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة سجل انخفاض بنسبة 9.12% بالنسبة للقضايا المعالجة، وارتفاع بنسبة 42.85% بالنسبة للأشخاص الموقوفين، وما زالت الحصيلة قابلة للارتفاع إلى غاية انقضاء السنة الجارية. وبالحديث عن التهريب، حاولنا الفصل في هذه القضية من خلال معرفة نظرة الشرع في هذا، وكان للشيخ جلول رأي حول هذا الموضوع. أولا، التهريب هو ظاهرة مرضية في مجتمع ما، والإسلام جاء ينهى عن كل ممشنه المساس بأمن البلاد والعباد، أو ممشنه أن يفسد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإذا كان التهريب، عندما تطلق كلمة التهريب يقصد بها المهرب والمواد المهربة، فإذا كان المهرب هو يعتبر نقدر نصفه بأنه مفسد وبأنه يعني سارق، وبأنه يغش من باب الغش، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من غشنا فليس منا. وإحنا نعلم بأن المواد المهربة سواء يعني سارق وبأنه يغش من باب الغش، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من غشنا فليس منا. وإحنا نعلم بأن المواد المهربة سواء